لك العجنه خربت وانت باقي بس تقصقص ويا البنات وعايف الفرن. هسه يا ريت لو شغله براسها حظ، باقي بس تكذب على البنات. حبيبتي انا بالشركه بس احاسب العمال، دا ينزلون الحاويه بالمخزن، لك انت ما تستحي. استاذ شو تريد مني؟ لحد هسه مريق لك ثلاث مناطق، شو اسوي لك بعد؟ لك العجينه خربت. شكو؟ الو؟ هاك استلم. ها حبيبتي، يعني وين انا؟ غير بالشركه؟ اجتنا حاويه مال بطانيات، تخيلي فتحت ثلاث بطانيات ولا وحده تدفي؟ لا لا هيش اسمين ضرب بالسوق. عوف البطانيات، فتحت الحاويه الثانيه ما تمن عنبر، لقيت بس تمن العنبر ماكو. هسه ما ادري ارجعها للصين، اخلي عليها صوره ميس عنبر وبيعها دايخ والله. فتحت الحاويه اللي وراها لقيت كلها قماص الوجهين، شلون؟ لا لا رجعتها. ما تفيدنا حبيبي توصل حكي. تعي تعي ذاك اموري. تعال 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 تعال. تعال وين رايح؟ مو انت بالشركة. تعال وين رايح؟ مو انت بالشركة. طلعت تشتغل بفرن مو؟ طلعت تشتغل بفرن مو؟ وتكذب علي مو؟ وتكذب علي مو؟ الشغل مو عيب اموري. الشغل مو عيب اموري. بس عيب تكذب علي. بس عيب تكذب علي. أول مرة أشوف صديقك سيل لارج. هذا مو صديق، هذا طروش يا اموري الكذاب. بس اكو سوء فهم اختي، انا مو اموري. شنو؟ زين وهذا الشكل؟ التشابه اشكال. والصوت؟ تشابه اصوات. وتليفونك اللي يدق تشابه ارقام. لك ايش بيك تلت نفسك؟ تبيعني؟ لك كنت ما صادق وحده، اذا ما صادق لك بتخالطها. اموك لك سموني مشين ثلاث اعراس. انا ما توقف بعيني فلوس اموري، انا حبيتك انت. عافيه. نجحت بالاختبار. أنا أمور صاحب الشركات وسويت هذا كله فيلم حتى أشوفك تحبيني على مود فلوسي لو تحبيني أنا أمير كإنسان، ونجحت بالاختبار وهذولي أصدقائي بالفرن ساعدوني. شكراً قوري. شنو؟ اسمه قوري؟ بعد نخدر بيه شاي طبعاً اسمه قوري. بشرفك مشي لي إياها وش تأمر. أنا حاضر. أسبوعيتك كلها آخذها. حاضر. اليابسة والتمن الجو راح آكلهن. ألف عافية. فعلا اختي اموري ما يشتغل بالفرن وعنده شركات وطيارات وثمان مولات. ثمان مولات؟ لا تحمي العراق كله بيه ثلاث مولات. لحد احنا ليش نصيح لك قوري لين يحمي؟ طبب لي طارق خلي يجيب لي الغراض من جوا. من العجانه من العجانه. حبيبتي نجحت بالاختبار. أقول لك صدق حبيبي، شو طروشي وينه؟ بالعجانة دي يجيب غراضي إلا طلع منه 12 طاولة اليوم. حبيبي شقد حلو تمثل أنت، مبين عليك مريت بهواي تجارب صعبة أنت. مو؟ أنت؟ الشغل غير حياتي. أموري شو طالع من الفرن؟ شفتي؟ المنطقة كلها مشى عليها الفيلم. أنا أول صفقة بحياتي. أموري شو وقت راح ترجع للفرن؟ دنشاب كافي لك ملحيت. أنا أول صفقة بحياتي جبت حاوية مال لالينجي، فتحتها لقيت بس اللينجي. يا وش سويت؟ كمشت وحدة وحدة كتبت عليها لا حتى تصير لالينجي. ايش كان ذكي حبيبي؟ غلط ما احكي. لك مو عليك مو فديته للحلو. حبيبي دي يتحرش بيه؟ لا حبيبي دي يحكي على ولد فديته للحلو. فديتها للحلوة. هسه صارت بنية. بابا دي يتحرش بيه؟ أمو عليك أمو أخلو ألزمك. علي؟ لا دي يحكي على ولد ألزمك. أمو ألزمك. هسه صارت بنية. لك أمو على يوم أمو. عطشان خطية يقصد لبن. أمو على أحمر أمو. رقي ما يحتاج إلى شيء. أمو على أسود أمو. ويا تمن وزلاطة لا فشيء باذنجان يقصد. لا قصدي هي لابسة أسود. لك بابا التشبيك شاد وياي مو جاي يسد لك إياها. وشايد هسه؟ لا تخليني أمو عليك أمو. قتلتوني أنتوا تتحاشون ببنية وياها رجال، يعني شو تريد من عندي أضربك؟ مو أخلاقي، بعدين ضربتك، إيش راح أحصل؟ بعدين الأخلاق تقول إنه أنا لازم ما أضربك، ليش؟ لأن أنا محترم، وأفرض هسه ضربتك تغير بيك شيء؟ لا ما تغير بيك شيء. انتوا تخلون الواحد بموقف محرج، يعني لو يضربك لو يعوفني؟ لا يضربك. فالحل شنو؟ تضربني؟ لا اخلاقي ما تسمح لي.